السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا علي جميل وانت بتتفرج على قناة طيور الجنة التعليمية، الجزء الخاص بمهارات تعلم الرياضيات. احنا النهاردة معانا درس بقى جديد عن تكوين الارقام، بس قبل ما تبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا، النهاردة هناخده الارقام وتكوين الارقام نكونها من رقمين، وهنتعرف ازاي نقرا الارقام دهيت. تاني نقطة هنقارن بين الارقام. يلا جاهزين؟ بسم الله نبدأ. اول رقم كام ده يا حبايبي؟ صفر. يعني صفر؟ صفر. ايدي فاضية معيش ولا جنيه. ايدي فيها كام جنيه كده؟ صفر، فاضية خلاص اهو. تمام، امال ده كده كام؟ واحد. شطار، قول معايا راي. واحد واحد. طلع ايدك صباع واحد كده، صباع واحد اهو. واحد، جميل. ها طب يلا كام ده؟ اتنين. طلع زيرك صبعين كده، واحد اتنين. عد اتنين يلا، شايف كده حلو؟ واحد اتنين، شاطر. طب يلا ها قول يلا ده كام؟ ها تلاتة. عد يلا، واحد اتنين تلاتة، شاطر خالص خالص خالص. كام ده بقى؟ أربعة. عد يلا، واحد اتنين تلاتة أربعة، قول يلا أربعة، شاطر أربعة. أمال ده؟ ها خمسة. كام دي؟ خمسة. عد خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، شاطر خمسة هما. طب مين يقول لي الرقم ده اسمه ايه؟ ابوه مسميه ايه؟ ايوه ستة. عد يلا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ايوه. فين السادس بقى؟ اهو بعد خمسة ستة، شطار. طب يلا بينا نعده ده. كام الرقم ده؟ ايوه سبعة. اسمك ايه ده؟ سبعة. ها سبعة. سبعة، يلا نعده السبعة مع بعض. عد يلا، ها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، شطار. يبقى السبعة دي خمسة وكام؟ واتنين، سبعة. طب يلا بينا، كام ده يا حلوين؟ شاطرين، اسمه تمانية. تاني عدة التمانية يلا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى الخمس التمانية خمسة وكام؟ وتلاتة، تمانية. طيب مين اللي شبه عصا جده دي؟ تسعة. تمام تسعة، يلا نعد التسعة. اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كام دي؟ تسعة، شطار. تمام تسعة عصا جد. طب ماشي، امال ده كام؟ واحد يا استاذ علي اهو. وده كام؟ صفر يا استاذ علي اهو. هيقعدوا مع بعض، كل واحد بدل ما هو قاعد لوحده هيجيب حد يسليه باسمهم عشرة، شطار. تعرف العشرة؟ اهم عشرة. عد كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، شطار. الصفر ده قاعد كده، فواحد قال له بعد اذنك يا عمو ممكن نيجي نقعد جنبك؟ قال له ماشي. ما الكرسي ده فاضي؟ قال له في ايه؟ قال له صفر. قال له ممكن اقعد مكانه؟ جي واحد قعد مكانه، يبقى اسمه ايه؟ حداشر، شاطر. قول يلا حداشر. ها حداشر. طيب لو شلت انا الواحد ده وجوم اتنين يقعدوا يبقى اسمهم ايه؟ ها اتناشر. قول يلا اتناشر. ها اتناشر. طب يلا شلنا الاتنين وحطينا التلاتة يقعدوا مكانهم، قول يلا معايا ها تلتاشر. ها تلتاشر، ما ينفعش تقول تلاتة وواحد، تقول تلتاشر. طاشر الرقم التاني اسمه طاشر، الواحد ده اسمه طاشر، قول تلتاشر. طيب يلا طاشر يا طاشر انت، امال ده كده كام؟ 14. اسم قول يلا 14. تمام طب كده كام؟ خمسة. طب هتقعد مكان الواحد بس ما 15، شطار 15، جميل خالص. طيب لو حطينا الستة تبقى كام؟ 16، شاطرين. طب السبعة ها تبقى كام؟ 17، شاطرين. طب التمانية تبقى كام؟ 18، احسن. طب التسعة تبقى كام؟ ها 19، 19، شاطرين خالص يا حبايبي يا حلوين. تعالوا بقى دلوقتي، تعالوا دلوقتي نعمل ايه؟ نقول لك بقى، فاكر الواحد ده، ده لما كان قدام منه صفر كنا بنقول عليه 10 يا استاذ علي؟ امال لو حطيت الاتنين دي كده وقدامها صفر يبقى اسمها ايه؟ 20. تاني 10 20. طيب التلاتة دي وحطيت لها صفر تبقى كام؟ ها
30. طب 4 وحطينا لها 0، ها اهو الصفر، تبقى كام؟ 40. قولهم يلا تاني. 10 20 30 40. طب الخمسة بقى لو حطينا لها 0 تبقى ايه؟ 50. شطار خالص. طب الستة لو حطينا لها 0، ها 60. طب السبعة لو حطينا لها 0، ها 70. طب التمانية لو حطينا لها اهي التمانية وحطينا لها 0 تبقى كام؟ 80. شطار. طب التسعة وحطينا لها 0 تبقى كام؟ 90. تاني شاور، انا هقول كده يلا اختبر نفسك واشاور لك على الرقم وانت تقول اسمه. ها 60. شاطر. ها 70. 80. 90. طب ده كام؟ 5. شاطر. طيب مين شاطر يقول لي ده كام؟ 2. شاطر. طب ده 9. تعال يا 9. ها 7. 6. 8. دي ايه دي؟ دي صفار. اخر بقى حاجة يلا معايا لو انت شاطر، تعالوا بقى نقارنه تمام ونشوف الارقام دي لما يبقوا رقمين نقراهم ازاي. قال لي انت قلت لي ديت اسمها 20، لو حطيت قدامها رقم نقول ايه؟ قال لي هتقول مثلا ايه؟ قال لي وتقول للصفر بعد اذنك تبقى قعدت مكانها، تبقى اسمها ايه؟ 25. شطار. طب لو كده تبقى ايه؟ 26. شاطرين. طب انا لو شلت بقى دي كده وحطيت دي كده يبقى 62. شطار. شلت الاتنين وحطيت السبعه دي بقت كام؟ ها 67. شطار. طب لو انا حطيت التسعه تبقى كام؟ 69. شطار. يبقى كده بنقول الرقمين. يلا بينا نقارنه بقى بين الارقام عشان ما اطولش عليكم ونشوفوا مين الكبير. مين الكبير؟ 9 ولا 6؟ قال لي دي رقم يا استاذ علي وده رقم، يبقى هقول ايه؟ مين الكتير؟ 9 ولا 6؟ استاذ علي الاول هيعمل لنا علامات. استاذ علي فات علمني 7 علامات. دراع اليمين اكبر من دراع الشمال اصغر من كده، يبقى يساوي. حلو. زائد ازود بيها، ناقص انقص بيها، في نضرب بيها، على وزع بيها. تمام. المهم شوفوا بقى دي اسمها اكبر من بتبص يمين، اصغر من بتبص شمال. اكبر من بتبص يمين، اصغر من بتبص شمال. حلو. مين الكبير؟ 9 ولا 7؟ اقول له 9 اكبر من الايه؟ الستة. شطار. طب لو انا شلت دي كده ماشي وحطيت مكانها كده 5 اقول ايه؟ ايوه اقول الخمسة هي الكبيرة ولا التسعة؟ لا طبعا الستة اكبر منها. تمام. فنقول الخمسة اصغر، العلامة تبقى عشان ناحية الكبير، هتاخد الكبير بالحض، فاقول ايه؟ شاطر خالص. اقول شاطر، اقول الخمسة اصغر من الستة عشان دي رقم ودي رقم، فالكبير كبير. طب لما تيجي الرقم نقارن بقى بين رقمين، رقمين يعني دي كام؟ 15 ودي كام؟ 6. بص كده 15 وادي الست. هنشوف بقى العلامة دي نقول ايه؟ ال 15 هي الاكبر ولا الستة؟ اقول له لا طبعا ال 15. ليه؟ قال لي اي رقمين اكبر من اي رقم واحد، فاقول ال 15 اكبر من الستة. شطار. ليه؟ عشان هما رقمين. طب لو رقمين ورقمين يا استاذ علي اقول كده، بص كده مين الاكبر، 15 ولا 96؟ استنى، دول رقمين ودول رقمين، اشوف مين الايه؟ الكبير. جميل. ده رقمين وده رقمين، اشوف تاني رقم. بص تاني، اشوف تاني رقم، تاني رقم ده كام؟ 90 وده 10، يبقى ده 1 ودي 9، مين الكبير؟ التسعة. يبقى احط العلامة ناحية الكبير. طب افرض يا استاذ علي لقيت الرقمين الاتنين شبه بعض، يعني ايه شبه بعض؟ يعني دي 95 ودي 96، مين الكبير؟ قال لي اشوف مين الكبير، ال 95 ولا 96؟ قال لي مش دي 90 ودي 90، دول رقمين ودول رقمين زي بعض، تاني رقم هنا زي تاني رقم هنا اللي هو العشرات. قال لي نيجي رايح بقى، الرقم الاولاني اكبر ولا التاني؟ اقول له لا ده الستة اكبر من الايه؟ الخمسة. نيجي قايل 95
اصغر تدي على ظهرها للصغير، ودي وشها للكبير 95 اصغر من ال 96. طب انا لو حطيت هنا يا استاذ علي كده 8 تبقى كام؟ قال لي يبقى ال 98 اكبر ولا 96؟ قال لي لا ال 98 عشان دي 90 ودي 90 ودي 8 ودي 6، يبقى ال 8 اكبر من ال 6، يبقى ال 98 اكبر من ال 6 و90. تمام. اخر بقى حاجه في دقيقه واحده مش هطول عليكم، تعالوا بقى ناخدوا عمليه الايه الجمع كده بسرعه يا شطار. تمام. قال لي يعني ايه جمع؟ قال لي يعني نزود 2 زائد 1 بتساوي ادي العلامه فوق، زائد ازود بيها، دي اسمها ايه؟ زائد. اسمها ايه؟ زائد. قول يلا معايا 2 زائد 1 تساوي كام؟ قال لي تساوي ها 2 على ايدك طلع يوم 1 يبقى كام؟ 3. 2 زائد 1 تساوي 3. طب تعالى لو انت شاطر بقى قول لي كده الثلاثه دول، تعالى نقوله ايه دي اسمها يا استاذ علي؟ قال لي ناقص 3 ناقص 1 طلع ايدك 3 نقص 1 بقى كام؟ شاطر بقى كام؟ 2 اهي، يبقى 3 ناقص 1 تساوي 2. طب اخر بقى سؤال وانت بقى ايه تجاوب، يلا يلا الشطار هيجاوب. 9 ها ناقص 1، 9 ناقص 1 كام؟ طلع ايدك 9 ونقص منهم ايه؟ 1. لو عرفت الاجابه حطها في التعليقات، وما تنساش الحصه الجايه ان شاء الله هنكمله عمليه الجمع. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير وسبسكرايب وتعمل اعجاب بالقناه. كان معكم استاذ علي قناه طيور الجنه التعليميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.